الأخت انشراح كبيشي رئيسة جمعية أنصر الضعفاء. احكي لنا إشي عن الجمعية اللي بتقوديها أنت. الجمعية اسمها جمعية أنصر الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة بالبسط الجرزي، تشمل منطقة الجليل والكرمل والجولان. الجمعية تأسست بناء على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم ترفيه لهم، إعطاء محاضرات للأهالي ذوي الاحتياجات إيش بحق لهم من تأمين الوطني، كيف التعامل معه في حال إنه هو بيعاني من مشاكل معينة، كل مشكلة بتختلف عن الثاني، بده بطريقة معينة لك انت تتعامل معه لحتى هو يفهم عليك وانت تكون من ناحيه ثانيه كمان ترتاح اهل كمان تتعامل معه. انت اليوم بتقومي بالمشاركه بافتتاح مكتب عضو الكنيسه عبد الله ابو معروف، يعني هل الامور اللي انت طرحتيها ممكن الدكتور عبد الله ابو معروف انه يرفعها للكنيسه برايك؟ شرف كثير كبير لإلي الدكتور عبد الله ابو معروف. كل شخص من ابناء طائفتي اللي هو بعت لي على مركزي بقعد على هذا الكرسي بناء من دعم من المجتمع وبناء انه هو مستعد يقدم كل الخدمات لطائفته. التوقعات كثير كبيره على الدكتور عبد الله. كلمه دكتور سجلوها ملائكه الرحمه وهن فعلا عملهم المميز بيستحقوا كلمه ملائكه الرحمه. لما كان هو يتعامل مع الناس كدكتور واليوم عم بيتعامل مع الناس كدكتور بس في طريقه ثانيه. الامل كثير كبير فيه انه رايك يساعد. يعني انت في امامك برنامج معين من اجل طرحه مثلا على شخصيات مثل الدكتور عبد الله او غيره في المجتمع؟ في برنامج معين اللي حكينا مع الدكتور بالنسبه لهذا البرنامج، فكرنا انه كمان نهدف كلمه جمعيه ذوي الاحتياجات الخاصه للوسط الدرزي. بالعكس قلنا كلمه وسط درزي انا معني فيها تنطرح في الكنيسه. عندنا في الوسط الدرزي انه ناقص الدعم، يعني احنا مش قصة عنصرية، بالعكس احنا بنطلع للناس كلها من متساوية. اما احنا هون مجموعة بحاجة لدعم معين لهي الشريحة. شكرا جزيلا.